السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد المندرج تحت سلسلة دروس معالجة الإشارة، والذي نحاول أن نقدم من خلاله واجهة رسومية تفاعلية تبسط لنا وتظهر لنا بعض المفاهيم التي ندرسها في مجال معالجة الإشارة. اليوم سنرى مفهوم الكونفولوشن، وسنلقي نظرة خفيفة أو نرى تطبيقا سريعا وبسيطا على مفهوم الكوريليشن. ولكن حتى نبدأ، أو قبل أن نبدأ بمفهوم النظام. ما هو النظام؟ النظام يمكن أن نعبر عنه على أنه مجموعة من العناصر والمركبات المتصلة فيما بينها والمتفاعلة فيما بينها والمكونة لوحدة كاملة. وهذا النظام عادة محدود زمانيا ومكانيا بمحيطه الذي يعمل فيه والذي يؤثر فيه ويتأثر فيه، وموصوف من خلال هيكله في بعض الأحيان، ومن خلال دوره، ومن خلال طريقة عمله. وكل هذه الأمور، يعني تفاعله مع المحيط وتفاعل عناصره فيما بينها، كلها يعبر عنها في الأخير من خلال معادلات رياضية. هي في الغالب معادلات تفاضلية. فمعرفة كيف يعمل هذا النظام أو كيف يؤثر في محيطه، فنلجأ إلى حل هذه المعادلات التفاضلية. وفي كثير من الأحيان الأنظمة المعقدة تستلزم معادلات تفاضلية معقدة، والحل الحسابي للمعادلات التفاضلية المعقدة يستحيل إيجاده بكل بساطة. فنلجأ إلى العمليات الرقمية أو الطرق الرقمية. ولكن عندما يكون النظام نظاما خطيا غير متغير في الزمن، فيمكن أن نعرف رد هذا النظام أو إخراج هذا النظام إذا طبقنا عليه أي إدخال مهما كان، بشرط أن نعرف ماذا؟ أن نعرف الـ impulsional response الخاصة بهذا النظام. ولكن قبل أن نتحدث عن impulsional response، هنا بعض الأمثلة. مثلا نظام التعليق بالسيارات الذي يسمح بامتصاص الصدمات، يمكن تبسيطه على الشكل التالي: على شكل كتلة، والتي ستكون كتلة السيارة، ونابض، ودامبر أو مكتساخ. فهذا النابض هو الذي سيجعل هذه الكتلة من خلال ثقلها أيضا تهتز ذهابا وإيابا. ودور هذا ممتص الصدمات أو الدامبر هو أن يخفف من هذه الاهتزازات. طبعا هذا نظام ميكانيكي. الأنظمة ممكن أن تكون من أنظمة فيزيائية، أنظمة طبيعية، أنظمة كهربائية. هنا لدينا نظام كهربائي RC filter أو فلتر RC أو low pass filter، ونفس الفلتر واضح هنا الـ R و C، ولكن معبر عنه من خلال active filter وليس passive filter باستعمال الـ AOP أو الأمبليفيكاتور أوبيراسيونيل. قلت هذه الأنظمة إذا كانت أنظمة خطية وغير متغيرة في الزمن، فحساب الإخراج y of t يكفي أن نعرف الإدخال x of t الذي هو المفروض معروف، وأن نعرف فقط الـ impulsional response أو كيف يتجاوب هذا النظام بدلالة دلتا أو ديراك دلتا فانكشن، ويتم حساب y of t من خلال عملية الـ convolution. نعود إلى الواجهة الرسومية. رأينا تعريف الأنظمة إلى آخره. الآن سنحاول أن نبرز ما معنى time invariance أو invariant dans le temps. فوضعت هنا مثالان أو نظامان: RC filter و RLC circuit. وقبل أن أعين نظام، يجب أن أدخل أولا قيم
المركبات، سوف أخذ R 5 كيلو أوم، و C أخذها 250 فاراد، و L 1 هنري. أحدد الشيفتينج لإشارة الإدخال، سأخذها على أنها صفر، يعني لا يوجد شيفتينج، لا تأخير ولا تقدم. وسأخذ الدالتا فانكشن لأنني أحاول أن أرى ما هو الـ impulsional response للـ RC filter. حددت قيمة الـ R وقيمة الـ C، حددت قيمة الـ shifting صفر، وحددت قيمة أو إشارة الإدخال x of t ستكون هي Dirac delta function، وأقوم بحساب الـ impulsional response. طبعا الـ delta function معدومة في كل مكان، فقط في المنتصف أو في المركز. وهنا الـ impulsional response كما ترون لا شيء. وعند الـ impulsional response فإن المكثفة سوف تشحن بسرعة، ثم عندما يختفي الإدخال، فبطبيعة الحال المكثفة ستبدأ في التفريغ إلى أن تؤول إلى الصفر. إذا غيرت النظام، مثلا أخذت RCL circuit، فهو نظام اهتزازي، هو نفسه أو ما يكافئ هذا النظام الميكانيكي الموجود هنا. الـ R تمثل الدامبر أو ممتص الصدمات، هي المقاومة. الكتلة يقابلها الـ inductance L، والنابض تقابله المكثفة، بحيث أن مقلوب السعة يقابل ثابت المرونة كاي. فإذا كان لدي هذا النظام وقمت بجذب هذه الكتلة عفوا قمت بجذب هذه الكتلة ثم تركها تهتز، فما دام ممتص الصدمات موجود هنا الدامبر، فإن هذه الكتلة سوف تهتز ثم تتوقف، وهذا ما يوافق تماما الـ RCL circuit. هنا تأتي القوة، تطبيق القوة أو تيار أو فرق قوة الإدخال. ف هذه الكتلة سوف تحيد عن مكان توازنها، ثم ممتص الصدمات أو الدامبر سوف يقوم بامتصاص الصدمات. طبعا إذا قلنا بأن المقاومة R تقابل الدامبر ممتص أو لامورتيساغ، فإذا أخذنا قيمة R أصغر، فما الذي سيحدث؟ الذي سيحدث أعاود حساب قيمة الإدخال هنا RCL أو السيركت، الذي سيحدث أنه النظام سيهتز نوعا ما كما ترون قبل أن تؤول الاهتزازات إلى الصفر. إذا غيرت مثلا فالنظام سوف يهتز أكثر قبل أن يؤول إلى الصفر. ماذا عن مفهوم الـ time invariance؟ نظام غير متغير في الزمن، معناه أنني إذا طبقت مثلا الـ delta function لهذا النظام في زمن صفر ميلي ثانية، فسيأخذ هذا الشكل. وإذا طبقته في زمن قبل، فإن الرد سوف يكون مماثلا، عفوا يجب أن أعيد حساب الـ RCL هنا للتحديث. يجب أن أحدد الدلتا فانكشن أولا، ثم أحدد هنا ثم هنا. فإذا طبقت الدلتا فانكشن قبل، فنفس الشكل النظام سيأخذ نفس الشكل، فقط مكانه سوف يتغير.
تأخذ نفس النظام، والآن في صفر ثانية، أحدد الدلتا فانكشن، أحدد الـ RCL. نفس الرد، ولكن يبدأ في المنتصف. نفس الشيء بالنسبة لي RC circuit، إذا كان الدلتا فانكشن مأخوذ في الصفر أو المنتصف فسوف يرد بهذا الشكل. طبعا هنا ما دام قيمة الـ R أقل لن تخزن، أو سرعة التفريغ ستكون أكبر. وإذا غيرت هنا مثلا في الواحد، أحدث هنا ثم أقوم بالريفرش هنا أيضا وأقوم بالحساب، سأحصل على نفس الشيء ولكن هنا في 600 وليس في 500. فهذا هو معنى time invariance. فقط أنوه إلى أمر مهم، وهو أن هذه الـ impersonal response يتم حسابها من خلال حل معادلات تفاضلية لهذه الأنظمة بطريقة رقمية، وهي طريقة أويلر. ماذا سوف يحدث مثلا إذا غيرت وأخذت في الإدخال step function، أحافظ على نفس النظام؟ ما الذي سيحدث؟ النتيجة معروفة، المكثفة سوف تشحن وسوف تبقى مشحونة. المكثفة سوف تشحن بسرعة، بنفس السرعة التي تفرغت بها، وسوف تبقى مشحونة. طبعا إذا غيرت هنا الـ R فسأحصل على الشكل المفروض. أنا قمت بالتحديث، فالمكثفة تشحن وتبقى مشحونة. إذا غيرت النظام RCL circuit، فالذي سيحدث أن النظام سوف يهتز ثم سوف يؤول إلى الاستقرار ليصبح نظاما مستقرا. فكلا النظامان هنا نظامان مستقران، ولكن بشرط أن يكون الإدخال عنصرا محدودا. مثلا سأحاول أن أغير هنا في ماينس 2 لكي أظهر بأن النظام فعلا يستقر. سأخذ نفس القيم، فيهتز ثم يؤول إلى الاستقرار. ولكن إذا أخذت ramp function، والتي هي دالة غير محدودة، يعني عندما t يؤول إلى ما لا نهاية، فإن قيمة الرامب فانكشن تؤول إلى ما لا نهاية أيضا. فما الذي سوف يحدث؟ هل ستكون هذه الأنظمة مستقرة أم لا؟ الأنظمة لن تكون مستقرة وستؤول إلى ما لا نهاية. نفس الشيء بالنسبة للـ RC circuit، هو مستقر فقط عندما يكون عنصر الإدخال عنصرا محدودا، أو ما نسميه بالبيبو stability، أو ما يعني bounded input bounded output. المهم هذا هو معنى time invariant، معناه أننا نحصل على نفس الرد إذا غيرنا زمن الإدخال، فسنحصل على نفس الرد. إذا غيرنا الزمن فسنحصل على نفس الرد. هناك مفهوم آخر، مفهوم اللينياريتي. اللينياريتي ما معناه؟ كنا قد شرحناه أيضا في درس الكونفولوشن. معناه باختصار إذا كان النظام خطيا، وإذا طبقت في الإدخال مجموعة من العناصر x1 x2 x3 مثلا، وكان هذا النظام يستجيب لـ x1 بـ y1 وإلى x
BY2 و X3 BY3. فإذا طبقت في الإدخال X1 plus X2 plus X3 يعني مجموعة عناصر الإدخال، فالذي سوف أحصل عليه سوف يكون بطبيعة الحال Y1 plus Y2 plus Y3. هنا المثال الذي سوف أعطيه هي مجموعة من Dirac Delta Functions، كل واحدة سأحدد طولها. مثلا الأولى سأخذ طولها 1 وسيكون أطبقها في الزمن ناقص 2، وسأقوم بحساب الريسبونس لدلتا 1 بلس دلتا 2 بلس دلتا 3. ولكن ما دام سأخذ هنا الـ A1 0، هنا لن يهم، عفوا، يعني لدي فقط دلتا 1، فسأحسب الـ impartial response لـ RC filter إذا طبقت دلتا فاكشن بطول 1 وموجودة في الزمن ناقص 2، هي ليست في المركز، هي في نقطة 300، فطولها 1 واستجابت بهذا الشكل. إذا أعدت هذه إلى الصفر وطبقت هنا بطولها 2، فما الذي سيحدث؟ يعني أطبق فقط دلتا 2، سوف تكون هنا في المركز، طولها 2 وهنا ستصل إلى 2 ثم تتناقص. إذا طبقت فقط دلتا 3 ولأخذها قيمة سالبة مثلا، وأخذ زمنها مثلا في الواحد، فما الذي سوف يحدث؟ هنا في 600 وكانت قيمتها ناقص 1 هنا. ما الذي سوف يحدث إذا طبقت كل هذه مع بعض؟ أخذ هنا 1 وهنا كنت قد أخذت 2 أظن، وهنا ناقص 1. إذا كنتم تتذكرون الشكل، فمعناه أن مجموع هذه عناصر الإدخال أو الرد على مجموع هذه العناصر سوف يكون مجموع الاستجابات الجزئية. تأتي الامبارشن تعطيني هذا الرد، والثانية تعطيني هذا الرد، والثالثة تعطيني هذا الرد، فأجمع فيما بينهم فأحصل على هذا الشكل، وهذا هو مفهوم اللينياريتي. مثلا إذا قلبت هنا أخذت قيمة موجبة مثلا 1 وأتركها في نفس المكان، البارشن الأولى الثانية ثم الثالثة. إذا جعلتها متقاربة، ناقص 1 هنا، اثنان، فنرى ظاهرة التراكب أو السوبر بوزيشن، وهذا هو مفهوم اللينياريتي. إذا جمعنا بين هذان المفهومين time invariance و اللينياريتي، فيمكن أن نحدد مفهوم الكونفولوشن، ولن أعود إلى شرحه هنا مجددا لأني شرحته باستفاضة في درس الكونفولوشن وهو موجود على القناة. هنا مجرد تعريف الذي رأيناه قبل قليل. مثلا هنا مثال example للconvolution لrect function مع نفسها. هي بطيئة هنا لكي نظهر مفهوم أو المفهوم الهندسي لعملية الconvolution. هي عبارة عن
الدالة هي الريكت مع نفسها، فريكت ثابتة وأخرى متنقلة من ناقص ما لا نهاية إلى زائد ما لا نهاية. وأثناء تنقل هذه الريكت السوداء، فإننا في كل لحظة من لحظات التنقل نحسب الانتجرال أو التكامل ضربهما، ما يعني أننا نحسب تكامل أو المساحة الموجودة في تقاطعهما. هنا عندما يصبح التقاطع معدوما، الكونفولوشن بطبيعة الحال تصبح دالة معدومة. ويمكن رؤية هذا ببساطة في المعادلة هنا. هنا نفس المثال كما ترون، مأخوذ من ويكيبيديا والذي قمت بتصميمه في ماتلاب. هنا نفس المعادلة x of t مع h of t، فستكون x of tau، وهذا التاو سوف يكون متغيرا، معناه أنها ستكون قيم x of t بدلالة تاو مضروبة في h of t minus تاو. إذا كان تاو متغيرا من ناقص ما لا نهاية إلى زائد ما لا نهاية، فإن هذه الدالة الثانية والتي هي الimpulsional response ستكون دالة متنقلة، وهي التي تلعب هنا دور، هي التي تلعب هنا دور هذا المربع الأخضر الذي تنقل من ناقص ما لا نهاية إلى زائد ما لا نهاية. فعندما يكون تاو في ناقص ما لا نهاية، هل h of tau تكون بعيدة هنا في ناقص ما لا نهاية؟ وعندما تاو يؤول إلى زائد ما لا نهاية، فإن الدالة الخضراء سوف تواصل مسارها نحو زائد ما لا نهاية. طبعا قلت قبل قليل بأن هذه العملية هي عملية تبديلية، معناتها x of t مضروب في h of t هي نفسها، أو convolution h of t هي نفسها h of t convolution x of t. يعني لا يهم إذا كانت x of t هي الثابتة في مكانها والـ h of t هي المتنقلة، أو الـ h of t ثابتة والـ x of t متنقلة، فهذا لا يهم، هذا سيعطينا نفس النتيجة. لماذا أقول هذا؟ لأمر مهم، وهو لأنني سوف أقوم بحساب الكونفولوشن هنا، أو أقوم بحساب استجابة الأنظمة. سوف أختار مثلا نظام RC filter، وسأقوم بحساب الimpulsional response الخاصة به، والتي ستكون نفسها هي التي وجدناها هنا عندما طبقنا الديراك دلتا function. أذكر بها هنا الimpulsional response، والتي سوف أجدها نفسها هنا، نفسها موجودة هنا. ومن خلال هذه الimpulsional response أريد أن أحسب استجابة النظام إذا أعطيناه في الإدخال step function. فعلى ماذا سوف أحصل؟ step function هي هنا مقلوبة، سأشرح بعد قليل لماذا هي مقلوبة. فعلى ماذا سوف أحصل؟ أحصل على الشكل التالي، المكتفة تشحن وتبقى مشحونة. نفس إذا غيرت هنا step، هنا في إدخال step function، وعيد حساب RC، والمفروض أني سأحصل هنا على نفس الشكل هنا، عفوا هنا في الأسفل، نفس الشكل. هنا لماذا step function مقلوبة؟ المفروض أن السالب أو المعدوم هنا وواحد هنا. لماذا هي مقلوبة؟ في بعض الأحيان نجد في معادلات الكونفولوشن نجد تاو ماينس تي. ما معناه؟ أن الـ h of t سوف تكون مقلوبة، أو يعني وجه المرآة ستكون مقلوبة وتنسحب على x of t. وهذا بسيط، شرحه بسيط. معناه ماذا؟ معناه أنه أثناء الحساب سأحاول أن أغير، أمهلوني فقط لحظة، سأحاول أن أغير في السرعة هنا، لأن السرعة هنا تبدو كبيرة نوعا ما، سأغير في السرعة. المفروض أنها هنا،
الكول باك. طبعا هذه الانيميشنز يعني تم وضعها من خلال وضع بعض اللوغاريتمات البسيطة. سأضع السرعة 2 أو يتنقل كل 2، أقوم بالتحديث، أقوم بحسابة الـ h of t من جديد، وأقوم بحساب الـ convolution. فالstep function هنا مقلوبة. لماذا؟ لأنه بطبيعة الحال عندما ندخل step function فإن أول قيمة ستدخل على الفلتر هي هذه القيمة الموجودة هنا، ثم هذه، ثم هذه، ثم هذه، ثم هذه، ثم هذه، ثم هذه، إلى آخره. فلهذا نجد في بعض المعادلات تاو ماينس تي وليس تي ماينس تاو. الأمر الثاني أنتم تلاحظون هنا بأن step function هي التي تنسحب على h of t وليست h of t هي التي تنسحب. قلنا نفس الشيء، لماذا اخترت أن أحرك step function؟ لأمر بسيط، وهو أن step function يتم حسابها في MATLAB بطريقة سريعة جدا، بينما الـ impulsional response كما أخبرتكم أقوم بحسابها من خلال حل معادلة تفاضلية بطريقة رقمية، وهذه العمليات الرقمية يعني مكلفة من حيث كمية الحسابات وتأخذ وقتا. إذا كنت سأخذ الـ h of t هي المتحركة فسوف يكون علي عفوا أن أحسبها أو أن أحسب الحل آلاف المرات، نفس الحل أحسبه آلاف المرات لكي أتمكن من تحريك الـ h of t. لهذا قررت أن أحرك step function. إذا غيرت النظام وحسبت الـ impulsional response الخاص به، أنتم تذكرون اهتزازات، ثم تؤول هذه الاهتزازات إلى الانعدام تماما عندما السيارات تعبر مطبا أو تقع في حفرة، فإنك تشعر بالاهتزاز، ولكن بسبب وجود الدامبر أو الامرتساخ فإن هذه الاهتزازات سوف تختفي، لن تبقى تهتز السيارة إلى الأبد. وهنا الامبرشن أو الكونفولوشن خلال تطبيق step function في الإدخال سأحصل أيضا على نظام يهتز نوعا ما ثم يؤول إلى الاستقرار في قيمة معينة. هذه البرامج طبعا سأتركها مثل المرة الماضية، سأترك البرامج قابلة للتحميل حالما أقوم بتهيئتها واستخلاصها من الواجهة الرسومية. هذا كل شيء بالنسبة للconvolution. بالنسبة للcorrelation كنا قد قلنا بأنها تصلح أو وظيفتها هي مقارنة درجة تشابه الإشارات أو درجة التماثل. هنا سنطبقها على صورة لكي تكون الصورة معبرة أو لكي نعبر عنها بطريقة أفضل. فسنأخذ صورتان، سنأخذ صورة هذه الكب كيكس بألوان مختلفة، نفس الشكل ولكن ألوان مختلفة من حيث الزينة، ونريد أن نبحث عن هذه الكب كيكس البيضاء هنا قرص أصفر وقرص برتقالي. إذا عدت إلى الصورة فهنا هو هذا الكب كيكس، هنا أبيض قرص أزرق وقرص برتقالي. فأقوم بحساب أولا بحساب الكوريليشن ما بين هذه الصورة وما بين التمبليت أو هذه العينة. أقوم بحساب الكوريليشن الذي سوف أحصل عليه هو هذه الخريطة ثلاثية الأبعاد. هذه الخريطة هنا ثلاثية الأبعاد تعطيني
مجموعة من الذروات أو من القمم بحيث تخبرني بأن أكبر قيمة للكورليشن موجودة في هذه المناطق، موجودة في هذه المناطق. سأخذها بهذا الشكل. سأحاول أن أخذها بهذا الشكل، فتخبرني بأن الماكسيموم أوف كورليشن موجود في هذه المنطقة وهذه المنطقة وهذه المنطقة وهذه المنطقة، هذه المناطق الداكنة. كلما زادت الأحمر الداكن فقيمة الكورليشن ستكون كبيرة، وهذه بالمناسبة النورماليزد كورليشن، معنى أنني عندما أحصل على تشابه 100% فإن قيمة الكورليشن سوف تكون قيمتها تساوي الواحد. الآن سأحدد threshold of correlation أو إلى أي مدى أريد أن أجد الكعكات المتشابهة. فإذا طلبت أن يكون التشابه 100%، وهذه من الحالات النادرة التي نجد فيها الكورليشن تساوي أو normalized correlation تساوي الواحد، فما الذي سوف يعطيني؟ سوف يقول لي بأن الكعكة هي هذه الكعكة هنا، وهي التي أخذتها فعلا. لكي أذكر، هنا بيضاء قرص أزرق في قرص برتقالي، وهنا التمبليت، وهنا النتيجة، نتيجة الكورليشن. طبعا إذا بحثت عن تشابه بدرجة 90%، فالمفروض أني سأجد أنه سيتعرف على كعكات أكثر، سيتعرف على هذه الكعكات. إذا أخذت تشابه 80%، سيأخذ كل الكعكات البيضاء لأنها تشبهها على الأقل بدرجة 80%. إذا أخذت قيم أصغر أقل فأقل، مثلا 50، فحصلت فقط على هذه الكعكة السوداء هنا. يعني لكي أحصل على باقي الكعكات يجب أن أخذ قيمة أقل. سأحاول أن أفعل هذا من خلال تغيير الكود، أو سيكون التغيير الآن، سيأخذ وقتا. حسنا، أظن أنني سأكتفي بهذا. أرجو أن تستفيدوا من هذه المفاهيم. طبعا سأترك لكم البرامج كالعادة قابلة للتحميل. شكرا لكم، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.